عشان بس انا بديكم فكره عامه يعني مش بديكم تفاصيل، عشان ايه لما تتمر عليه تبقى فاهم. يعني اتاكسيا معناها موتور ان كوردينيشن، موتور ان كوردينيشن يعني ايه؟ لما اقول له مثلا ايه اديني الموبايل ده، الشخص السليم هيروح مد يديه يروح جاي. الشخص اللي عنده اتاكسيا يعمل ايه؟ يبقى ايه يبص لايه؟ ايده بتاعته مش رايح للهدف مباشره، بص لايه؟ ده اما يروح قبل منه ويقف، ده اما يروح بعد منه ويقف، او يمينه او شماله. فبنسميه ده موتور ان كوردينيشن. لو بقول لك مثلا حط صباعك على مناخيرك، الطبيعي لو عامل كده. اللي عنده اتاكسيا بص لايه؟ مش عارف يجي ايه على الهدف، فبنسميها موتور ان كوردينيشن. يبقى اتاكسيا معناها ايه؟ موتور ان كوردينيشن. السيجنيفيكال بارتي فاينج الهيموجلوبين 9 ده واطي ولا عالي ولا ايه؟ واطي. الهيماتوكريت 29.5 دي قليله كده. في الراجل المفروض تبقى كام؟ 45. طيب المين كورباسكولار فوليوم 110 هو الطبيعي لغايه 95، يبقى الانيميا دي ايه؟ ماكروسيتيك. الانيميا دي ايه؟ ماكروسيتيك. طيب الهيموجلوبين 38 هو الطبيعي من 27 ل 31، يبقى الانيميا دي ايه؟ هايبر كروميك. يبقى الانيميا دي ماكروسيتيك هايبر كروميك. الهيموجلوبين كونسنتريشن 34% نورمال اللي هي الطبيعي من 30 ل 34. طب ريتيكولوسايد 0.4 نورمال. في بويكولوسايتوسس واناسوسايتوسس. ايه البويكولوسايتوسس والاناسوسايتوسس؟ فاريشن فاريشن سايز اند شيب. يعني ايه؟ بويكولوسايتوسس اوف ايه؟ ابنورمال شيبس. اناسوسايتوسس اوف ايكوال سايز. ودي برضه بتبقى موجوده في حالات ايه؟ الفيرنيشس. بعد كده بلاد سمير لقيت ان الوايت بلاد سيلز 4000 يبقى ليكوبينيا، البليتلت 105000 يبقى فيه ثرومبوسيتوبينيا، السيرم 80 لا ده طبيعي، لان الطبيعي من 66 ل 146 ده طبيعي، 80 ده طبيعي، التوتال بادي كاباسيتي 300 مايكرو بالسيليت ده طبيعي، الفيريتين 150 مايكرو بالليتر لا دي عاليه، الفيريتين المفروض من 10 ل 20، الفيريتين ده عالي. السيرم فوليت الار بي سي فوليت 300 نانو جرام لا ده عالي، الطبيعي من 6 ل 20، السيرم بي 12 100 الطبيعي من 200 ل 600 بيكو جرام. يبقى هنا البي 12 قليله، البي 12 قليله في ايه؟ في السيرم. الشيرنج تيست اقل من 4% ده ايه؟ يبقى ده بوزيتيف فور برنيشيوس انيميا، بوزيتيف فور برنيشيوس انيميا. بس هنا انت علمت، قول لي من المشكله دي، من الحاله دي، ايه الاعراض وايه الرابرات انفستيجيشن اللي تقول لك ان العيان ده عنده برنيشيوس انيميا؟ يلا قول، خد المشكله كده فصصها وقول لي ايه اللي فيها يخليك تقول ان العيان عنده برنيشيوس انيميا. ما تقعدش تبص جنبك وبتاع، انا بسالك انت. ايوه يلا اتوز خدها من الاول كده. يعني مثلا عيان عنده 60 سنه بيشتكي ويتنس وموشن انستابيلتي، دي نيورولوجيكال ساينس. يبقى اول حاجه العيان عنده نيورولوجيكال ساينس، يبقى دي حاجه تخليك تشك انها تكون ايه؟ مش سليمه. كمان العيان بيشتكي بينفول تانج والتورنيدي كونسبيشن وديارية، ويبقى بينفول تانج والتورنيدي كونسبيشن وديارية ده جي اي دي مانيفستيشن او برنيشن سليم. وبعدين العيان عنده تيكنيك سنسيشن في البوس فيت، يبقى دي برضه نيورولوجيكال مانيفستيشن. العيان بيل عيان يبقى عنده انيميا، ريد تانج، لوس اوف فايبراتوري سنس ان لور اكستريميتيز برضه دي نورولوجيكال مانفستيشن، ديس اورينتيشن، ماسل ويكنس، اتاكسيا دي نورولوجيكال مانفستيشن او برنيشيوس انيميا. لابوراتوري بقى الهيموجلوبين 9 يبقى هنا العيان عنده انيميا، الهيماتوكريت 29.5 عنده انيميا، المين بروباسكولار فوليوم والمين بروباسكولار هيموجلوبين يقول لي ان الحاله دي ماكروسيتيك هايبر كروميك انيميا، يبقى برضه ده ماشي مع الايه؟ برنيشيوس انيميا. عنده بويكولوسيتوز واناسوسيتوز برضه دي من مانيفستيشن اوف برنيشيوس انيميا، عنده ليكوبينيا وثرومبوسيتوبينيا دي من مانيفستيشن اوف برنيشيوس انيميا. السيرم ايرن طبيعي، التوتال ايرن بارتي كويس طبيعيه، السيرم فيريتين عالي، الفوليت في الار بي سيز عاليه،
البي 12 في الار بي في السيرم قليله، يبقى عندك البي 12 ديفيشنسي. يبقى كل الحاجات دي مجمعه، والشيلنج تيست اقل من 4%، يبقى كل الحاجات دي مجمعه بتقول ان الحاله ايه؟ عرفت ازاي تعمل حل المشكله وتعرف ها؟ ولا اوعى تكون مش مركز معاك. خلاص زعلان انت اسمك ايه؟ مصطفى. انا مصطفى عشان بعد ركز. فهمت ولا لسه ولا ايه تاني؟ طب قول لنا السؤال التاني. كرم مخك. اقرا السؤال التاني. هجيبهولك. يلا مصطفى. How should CLS can be treated؟ يعني ازاي تعالج الحاله دي؟ عالج لي الحاله دي. جاء عندك حاله برديوس ثانيه، تعالجها ازاي؟ انت بتتكلم كتير. تعالى تعالى. ما بقى يا دكتور الا سلايدين. تعالى. لا لا خلاص. مش سلايدين، عندك ثلاث حالات. لا لا تعالى. شو ممكن انسب؟ لا مكان التصوير يا دكتور. على أي سنة مكان التصوير؟ يا فاضل. يو. أيوه. قولي بقى إزاي تحل الكلام؟ إزاي تعالج حالة الكلام؟ هتجيب تقول إزاي؟ بأي جرعة؟ وإيه البربريشن هتديه؟ هو في حالات ممكن أدي أورال بس يعني إيه؟ مش من الانشيشن اوف سيرفي، ممكن ادي اورال في المينتنس. يبقى انت ما ذاكرتش يبقى جاب بلس كده. انا عرفتك بلس. ورغم ان انا رديت عليك قلت لكم ما حدش يجي لما تكون مذاكر الارت افشنسي وجاب بلس كده عشان استفيد من السيرفيتك بتاع كلينيكا فارماكولوجي اوف سايكريتيك. طيب احنا هنا في عندي توب ريبريشن بستخدمه، في الهيدروكسي كوبل امين وفي السيروس. الجرعه بدل من 100 ل 1000 مايكرو في العضله. هنا استخدم مين؟ استخدم الهيدروكسي ولا سيرم ولا ايه؟ هو الهيدروكسي اللي كان ليه ميزه ان هو بيمسك اكتر في البروتين، فليه لونجر هاف لايف ولونجر ديوريشن اوف اكشن ولس يورين. انت بص كل يا عم انت كل شويه تقطعني. يعني اسمع عشان تستفيد. وانا بتكلم هو بيتكلم معايا. قلنا ايه الهيدروسكوب الامين كنا بنفضله ليه؟ لان هو مور بايند تو بلازما بروتين، لونجر هاف لايف، لونجر ديوريشن اوف اكشن، ليست اكسبكتد. بس حديثا لان الجسم بيحمي الانتي بودز للهيدروسكوب. عشان كده قلنا زي ما قلت لكم في المحاضره اللي فاتت ان اتسحب من الولايات المتحده الامريكيه ما عندوش بيستخدموه. لما احنا هنا ما زلنا بنستخدمه. السيرو كوبل امين بقى ممكن استخدمه بفضل لان ايه مش هيبقى ايه معاه الايه الانتي بودز اللي بتتكون من الكوليسترول. الجرعه بقى ازاي عادي؟ ادي من 100 ل 1000 مايكرو في العضله يوميا لمده 10 ايام. بعد كده اديها اسبوعيا لغايه ما الهيموجلوبين يرجع طبيعي. وبعد كده اديها شهريا فور لايف. اقول تاني؟ اقول تاني. هدي جرعه من 100 ل 1000 مايكرو في العضل يوميا لمده 10 ايام. اسبوعيا لمده لغايه ما الهيموجلوبين يرجع طبيعي. شهريا فور لايف. شهريا فور لايف. هنا بقى المينتنس، المينتنس اللي هي جرعه الحقنه شهريا فور لايف ممكن نستبدلها باورال بقى. ممكن ادي اورال بي 12 من 1 ل 2 مللي يوميا ويستمر بقى في العضل. او بنيزل في سيانو كوبل امين نيزل جيل بدي 500 مايكرو بديه ثلاث مرات في الاسبوع. او في سبراي نيزل سبراي هيدروكسي كوبل امين ب 100 دوز نيزل سبراي بدي 750 مايكرو بير باف يعني كل بخه فيها 750 مايكرو واديه مره او مرتين في الاسبوع. يبقى عرفت ازاي تعالج حاله ترانشس انيميا؟ عرفت؟ عرفت ازاي تعالج حاله ترانشس انيميا؟ طب لو العيان وقف في العلاج يعني مثلا عيان ايه؟ خد يا شباب العيان خد البي 12 وبعد خمس اشهر راح موقف هيحصل ايه؟
شوف ديفيشنسي هيخف ده يرجع هيرجع ليه يعني العلاج ده في اللايف فبنيش سنين ده العيان مقرض يعني مثلا عنده كرون بس رايتز ولا بس الكارسينوما ولا كده المعده فما عايز اعمل ايه في الكون فلو وقع في العلاج طيب هنا ايه الادويه اللي بتمنع اختصاص عايزين نعرف الادويه اللي بتمنع اختصاص الميتفورمين النيوسمين يعني بقى الاول بعمل انشيشن بالايه بالانجكشن ها والمينتنس بقى بدل ما ادي حقنه شهريا من البي 12 ادي ايه 1 2 مللي يوميا اورال ويبدا العيان يبدا يمشي كده على او ممكن فور بروفلاكسيس عيان عامل بارشر بستريبتومي او عيان فيجيتيريانز فيجيتيريانز يعني نباتي وقلنا البي 12 اساسا ايه المصدر بتاعه ايه انيمال فالعين النباتي ده ممكن يجي له ايه بيكولد ديفيشنسي فاديله بقى جرعه وقائيه اورال من 10 ل 30 مايكرو مليل من 10 ل 30 مايكرو مليل ده بيعمل فيجيتيريس تو جارد اجينست ايه عشان امنع ايه الديفيشنسي يبقى اذا ممكن ادي اورال في حالتين ايه وايه مصطفى مينتنس دوز ها في علاج الديفيشنسي انيميا وبروفلاكتيك اجينست ديفيشنسي المينتنس دوز قد ايه من واحد لاثنين مللي طيب البروفلاكتيك دوز اجينست بريشس انيميا قد ايه؟ من 10 ل 30 مايكرو مللي نيجي للرقم اف ام هاز جاست اندردن توتال جاستريكتومي ها؟ عيان عمل توتال جاستريكتومي يعني شال المعده كده كامل ها؟ فور كارنت نون هيلينج ارسل what forms of anemia would be expected to develop in a post gastrectomy patient عيان بعد ما يشيل المعده ايه انواع الانيميا اللي ممكن تحصل ايه انواع الانيميا اللي ممكن تحصل بيت ويل وايرن ديفيشنسي طيب هل should FM receive prophylactic vitamin B12 اه شالت المعده لازم اديله بروفلاكتي بقى عشان ما لو سبته كده بعد شويه هيحصل له ها بعد سنتين بتاع لو هيحصل له برنيش انيميا فادي بروفلاكتي ادي بروفلاكتي قد ايه 10 ل 30 طيب نيجي الحاله الخامسه بي جي از 55 يير اولد فيميل كومبلينينج اوف بروجريسيف كونفيوجن اند ليثارجي 9 مانثس اجو بلاد بيكتشر At that time, only revealed mild leukocytosis. Today, she comes to the emergency room with a 4-week history of frequent stools containing bright red blood. She reports continuing lethargy, dizziness, ataxia, paresthesia in her hands and feet. Laboratory finding of interest include hemoglobin 12.8%, mean corpuscular volume 90 femtoliter. Iron over total iron binding capacity 11% اللي هي بنسميها transferrin saturation اللي احنا بنسميها ايه transferrin saturation 11% البي 12 94 بيكوغرام بير مليليتر فوليت 21 نانوغرام بير مليليتر هايبر سيجمنتد بولمورفس بيلوروبين 3 ملي جرام بير ديسيليتر لاكتيك دي هيدروجينيز 520 مايكرو مليلتر السبسيكوينت بول مارو اسبريت بولسريت ميغالو بلاستيك ريسوبيزيس لوستينابل ايرن باريوم سوالو اند فولو او ثرو شو نيومروس جيجينال اند يودينال لايبر تو كلاي جيجينال اند يودينال اسبريس شوز ايروبيك اند انيروبيك بكتيريال اوفر بروس ريديو اكتيف بي 12 يورينري اكسكريشن فروم ذا شيلينج تيست از ليس ذان 4% حد يقدر يشخص لي الحالة؟ في الأول يحلل لي كده الداتا اللي موجودة في الحالة.
عايز انت تقول يا ولد يا مفصص اول شيء في بروسيسور كونفيوجن ايوه يعني الحالة دي من المعطيات اللي عندك تشك انها تكون ايه؟ ميكال بلاستيكين ميكال بلاستيكين يعني هي بي 12 ديفيشنس ولا فوليك اسيد ديفيشنس؟ لا بي 12 ديفيشنس. طيب ازاي تعالجها؟ احنا لسه قايلين ازاي نعالج ازاي تعالجها بقى؟ ازاي تعالج حاله زي حاله زي دي يا دكتور؟ يعني برضك من حسوق من حالات يعني سهلة مش الحمد لله الحمد لله انتوا عايزين في الامتحان حالات اصعب من كده شوية حالات تكون محتاجة تفكير ومحتاجة انسان دقائق امتحان اربع دقائق مش مفكر بس برضك يعني عايز حال يعني ايه يكون حاول افكر لكم في حالات يبقى فيها تفكير لا دخل ربك تفكر لا دكتور لا تفكر ما في وقت اربع دقائق تقرا السيناريو وتحل خلاص هو ده بيبين الطالب الشاطر من الطالب الشاطر على طول هيضبط الحاله ويروح مجاوب الطالب بقى اللي هو قاري نص نص ولا مش قاري ان شاء الله اديته مثلا ان شاء الله اديته ساعه في الحاله مش عارف يعملها فكر اللي يمسك انا طيب مهم يعني خلينا تي جي تي جي دي واحده من نورش ابيرنج في ليش من نورش يعني شكلها كده ايه عندها سوء تغذيه انهار سكند تريمستر حامل في السكند تريمستر بريجنسي بريزنت تو ذا لوكال هيلث كلينيك فور ريجولر تشيك اب عشان بتعمل فحص دوري شي از مالتي بارس مالتي بارس يعني ايه يعني ولدت اكتر ايه من مره عندها 22 سنه هو ران اواي فروم ذا هوم اللي هي طفشت من البيت ران اواي يعني ايه طفشت من البيت ران اواي when she was 16 يعني من وهي عندها 16 سنة هربت من طيب has a 7 year history of excessive alcohol intake يعني مدمنة كحول من 7 سنين مدمنة كحول من 7 سنين and has been using cocaine frequently for 3 years وأيضا مدمنة كوكايين من 3 سنين during her pregnancy she lost 8 to 10 pounds during the first trimester second to nausea vomiting and anorexia Her only complaints are dyspnea or exertion, palpitation, and diarrhea. هي بتشكي بس من هي عندها dyspnea إن هجان وpalpitation دقات قلبها بتبقى حساسة لما تيجي هي تعمل نبض وداري. طيب الابرات انفستيجيشن هي متوكلت 25% دي قليلة. من كوباستر فوليوم 112 دي عالية بهنا عندها ماكروسيتيك. من كورباسكر هيموجلوبين 34 هو المفروض ما يزيدش عن 31 يبقى هايبر كروميك انيميا طيب الريد بلاد سيل
1.2 مليون بير كوبيك مليمتر. كرات الدم الحمراء 1,200,000 يبقى دي ايه؟ كريست. كل ده ماشي مع الانيميا. سيرب بيتجوز 250 بيكو جرام بير مليمتر. ده قليل ولا طبيعي ولا واطي؟ ده نورمال. النورمال من كام لكام؟ من 200 ل 600 بيكو جرام بير مليمتر. دي 250. يبقى هنا ايه؟ البي 12 نورمال. البي 12 ايه؟ نورمال. انما الريتيكولوسايت 1% دي طبيعيه. البريتيت 75 يبقى هنا في ثرومبوسايتوبينيا. الوايت بلاد سيلز 2000 يبقى في ليوكوبينيا. هايبر سيجمنتد بولومورفس دي كاركترز من الكاركتر بتاعه الريتينيا. اللاكتيك ديجينيز عالي شويه. الجلوبولوجي 1.5. ذا بيشنت از نوت تيكينج اني بريسكريبشن ميديكيشنز. طيب هو بيقول لي الست دي اللي خليها عرضه ان يحصل لها فولين ديفيشنس. اولا انها في مين؟ ثانيا انها مال نرشد. ثالثا انها بريك. رابعا انها مالتي بارس قلت قبل كده. خامسا ان هي عندها ان هي الكهوليك. اوكي. ان هي ايه؟ الكهوليك. سادسا ان هي عندها نوزيا حمل عندها نوزيا وبومتي والحاجات اللي قلتها لي مفيش امتصاص للايه؟ للفوليك اسيد. نوزيا وبومتي وانوريكسيا و... طيب يبقى دي حالات الحاجات اللي بتخلي الست دي عرضه ان يحصل لها فوليك اسيد. ماشي؟ ماشي. ايه يا سرحان اللي زعلان عشان جبتك هنا؟ كان زمانك عمال ترغي هناك. ترغي. طيب. هنا بقى من الوات ريباراتوري ريزلت سبورت ذا دياجنوست اوف بليد ديفيشنسي. من ريباراتوري ريزلت ايه اللي خليني اكد اقول الحاله دي بليد ديفيشنسي؟ ايوه من ريباراتوري انفستيجيشن. انا اولا هقول عندها انيميا هيموجلوبين قليله. هقول عندها ماكروسيتيك هايبر كروميك انيميا لان مين كورباسكولار فوليوم عالي والمين كورباسكولار هيموجلوبين عالي. عالي. ها؟ وبرضك انيميا لان الريد سيل كاونت قليل. البي 12 طبيعيه. ها؟ ماكروسيتيك هايبر كولوميا يا اما بي 12 ديفيشنسي يا اما فوليت ديفيشنسي. البي 12 طبيعيه تبقى الحاله ايه؟ فوليت. فوليت. رغم ان هو ما قاسش فوليت بس انا شاك انها فوليت لان البي 12 طبيعي. ماكروسيتيك هايبر كروميك يبقى دي ايه؟ بي 12 ديفيشنسي او فوليك اسيد ديفيشنسي. البي 12 طبيعي يبقى الحاله ايه؟ فوليك اسيد ديفيشنسي. طيب ازاي تعالج؟ احنا عرفنا ازاي نعالج البي 12 ديفيشنسي، ازاي نعالج الفوليت ديفيشنسي؟ ايوه قول لي لسه جاي. ازاي تعالج الفوليت ديفيشنسي؟ قد ايه بقى؟ قول لي الدوز بقى والرود اوف ادمنستريشن والديوريشن اوف سيرفي التفاصيل دي. 1.5 انا بدي فوليك اسيد لما ادي 1 مللي او 1.5 مللي حسب ما انا لقيت الايه الفوليك اسيد ديفيشنسي قد ايه. اديه يوميا اورال او ممكن اديه سبكوتينس او انترا مصر. اديه مده 4 شهور او لغايه ما الكورس يتصلب يبقى ادي فوليك اسيد 1 مللي او 5 مللي او 15 مللي اورالي ديلي او ممكن ادي انترا ماسكرال او ممكن ادي سبكوتينس ودي مده 4 شهور. طب لو انا بدي فوليك اسيد عشان اعالج التوكسيستي بتاع ميثوتريكسين، عارفين ميثوتريكسين انتي كانسر دراج معروف ان انا ايه بعالج التوكسيستي بتاعته باني بدي فوليك اسيد. هنا ساعتها ممكن ادي 15 مللي انتروفينس. ادي 15 مللي انتروفينس فور تريتمنت اوف ميثوتريكسين توكسيستي. انما في علاج الفوليك اسيد ديفيشنسي بيبقى ايه بفضل الاورال. لان الانترافينوس بيبقى معاه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن نتيجه السولفنت اللي موجود في الانترافينوس بريبريشن. يبقى هنا ازاي تعالج بقى الفوليك اسيد افشنسي؟ الفوليك اسيد ايه بقى الدوز ايه والروت والانسليشن ايه والديوريشن؟ ايوه فورا. بص انت قعدت زعلان مش عارف ارجعك تاني هنا عشان ادي 1 أو 5 أو 15 مللي ادي اورالي ديلي لمده 4 شهور. خلاص خلاص يا عم.
إذا احنا خلصنا ولا ايه؟ لا واجه السؤال دكتور. لا احنا ما خلصناش. أو شد؟ قال خلصنا. بصوا يا شباب لسه عشان هو فيه احنا كده خلصنا الحالات. انت حضرتك. بس انا يا شباب احنا كده خلصنا الحالات بس انا هعمل لكم مراجعة في الأول كده. ها؟ في بداية السابيتك عن المراجعة نقرأها تقروها ولو في أي مشاكل أوكي. ولا تحب نحلها مع بعض لا نقرأها مع بعض نحل شوية كده فيها وبعد كده تبريتوا مراجعة بتساعدكم في حاجة حالية يعني بفكركم بالمعلومات اللي اتخذتم في الأرض في شيء سيزمع ومش مجرد كلاسيك ماشي؟ برضك انت لسه أما إزاي بشخص حالة أنيميا؟ في هيماتولوجيكال تيست وفي بايوكيميكال تيست. هيماتولوجيكال تيست بعمل الريد سيل كاونت بعمل الهيموجلوبين بعمل الهيماتوكريت والمين سيل والمين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار هيموجلوبين والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن اللي هو بسميها الريد سيل انديسيز بعملها عشان احدد نوع الانيميا ديت ايه اذا كانت هي مايكروسيتيك انيميا ولا ماكروسيتيك انيميا بعمل بشوف اذا كان في ايسوسيتوزيس او بوينتوسيتوزيس بشوف الريتيكولوسيت كاونت بشوف الريد بلاد بشوف الوايت بلاد سيلز والبليتليت بعمل مايكروسكوب الاكزامينيشن اوف ذا بلاد اند بون مارو اسبيرتس دي الهيماتولوجي البايوكيميكال بقى بقيس مثلا ايه الايرن بشوف الايرن السيروم ايرن بشوف السيروم كوليت بشوف السيروم بي 12 بشوف الترانسبورت بروتين زي الترانسفيرين وزي الترانسكوبال امين 2 بشوف الترانسفيرين ساتوريشن بشوف الستورج ايرن عن طريق بقيس السيروم فيرتين في سبيسيفيك تيستس بقى في تيست اسمه ايه تي اف ار اللي هو ترانسفيرين ريسبتور كونسنتريشن ايه عايز ايه دوس بيها طيب يبقى قلنا في تيست اللي هو تي اف ار اللي هو ترانسفيرين ريسبتور كونسنتريشن وفي زد بي بي اللي هو زنك بروتو بورفيرين زنك بروتو بورفيرين دول بعملهم الايرن وعاليين في حالات الارث الانيميا وفي حالات انفلاميشن وفي حالات مالجنسي اوف ذا ليمف طيب في مش بقيس الهيموسيستين ده بيبقى عالي في حالات البي 12 والفوليك اسيد ديفيشنسي بشوف الميثايل مالونيك اسيد ده بيبقى عالي بس في البي 12 ديفيشنسي يبقى الميثايل مالونيك اسيد بيبقى عالي فين البي 12 ديفيشنسي طب ليه بس في البي 12 ديفيشنسي ليه ما بيبقاش عالي في الفوليك اسيد يعني ليه الميثايل مالونيك اسيد بيبقى سبيسيفيك للبي 12 ديفيشنسي مثال مش احنا قلنا ندخل بس هفكركم من الفانكشن بتاع البي 12 مش احنا قلنا دي اوكسي ادوكسيد لما يمسك في المثال مالونيك اسيد بوزيتيف ريديوس انزيم بيتحول الى ساكسينيك اسيد والساكسينيك اسيد ده بيصنع الفاتي اسيدز طب لو مفيش بي 12 يبقى المثال مالونيك اسيد مش هيستخدم فيعني عشان كده المثال مالونيك اسيد بيبقى عالي في البي 12 ديفيشن وليس في الفوليك اسيد ديفيشنسي يبقى ذا موست سبيسيفيك بايوكيميكال تيست فور بي 12 ديفيشنسي الميثايل مالونيك اسيد وطبعا ان انا بشوف السيروم بي 12 انت ممكن تسالني ان هو ما انا عارفك يعني ايه ممكن تسالني تقول لي ممكن السيروم بي 12 يبقى نورمال والعيان عنده بي 12 ديفيشنسي مش انت ممكن تسال سؤال زي ده ما طب انا وابي يسالني يقول لي ان السيرة بي 12 ممكن يبقى نورمال ومع ذلك العيان عنده بي 12 ديفيشنسي تفتكر ايه؟ برافو انت اسمك ايه؟ اسامه اسامه النساء في اسامه عشان ان ممكن السيرة بي 12 يبقى نورمال ومع ذلك العيان عنده بي 12 ديفيشنسي
لان البروتين اللي شايل البيت ويلد في البلاد ويروح يسلمه للبون مارو عشان يشتغل البروتين ده قليل. فهمت يا نواف؟ واحيانا مثلا ايه في البيت ويلد ديفيشنسي لو عملت انتي بودز للترنسك فاكتور هلاقي العيان عنده انتي بودز للترنسك فاكتور في العيانين اللي هم الاطفال اللي عندهم كونجينيتال بيت ويلد ديفيشنسي بيبقى عندهم انتي بودز للترنسك فاكتور. لما نيجي نقارن الجدول ده جميل يا باشا بيقارني ما بين اشهر انواع الانيميا الان ديفيشنسي والبيت ويلد ديفيشنسي والبليت ديفيشنسي والانيميا اوف كرونيك ديزيز والانيميا ديو تو بلاد لوس. بص يا شباب نشوفه دكتور بعدين ما يحتاج تقرا ما يحتاج تقرا نشوفه بعدين واضح يعني ما واضح يعني ايوه مش محتاج اقرا ايوه روح بس اقرا. نيجي بص يا شباب نيجي الى ايه الايرلي ساينس اوف ايرن ديفيشنسي انيميا ان هنلاقي السيروم في الروتين قليل الستورز. طيب لو في العيان يا سالم مسك بص يا شباب لو العيان تقريبا ما بياخدش ايرن بس ما عندوش بلاد لوس ياخد قد ايه عشان يحصل له ايرن ديفيشنسي تقريبا ليه بقى؟ لان هو ما عندوش بلاد لوس هو اكتر حاجه بتؤدي الى فقد الحديد هو البلاد لوس ما عندوش بلاد لوس هو سيكل بياخد ايرن قليل من الاكل بس ما عندوش بروبوس فهياخد سنين من مخزون الحديد في جسمه من نص جرام لواحد ونص جرام فهياخد سنين عقبال ما يبان عليه الان. انما لو عنده بليدنج بايلز من نوراجيا لا في الحالات دي ممكن فتره قليله يبتدي يبان عليه الان. انما لو ما عندوش بليدنج وحتى لو ما بياخدش حديد كفايه في الاكل ياخد سنين عقبال ما يبان عليه الايرون ديفيشنسي. ايه الاكل اللي بيمنع امتصاص الحديد؟ اللبن الملك الكالسيوم الاوكساليت الفوسفيت الفايتيت التي في ثانيك اسيد. طب في اكل بيزود امتصاص الحديد؟ اللي هو اللحوم اللحوم فيها هيم ايون ويتش از ابزوربد دايركتلي وذاوت كاريرز وبيزود الجاستريك اسيديتي اللحوم وكمان ايه الاسكوربيك اسيد الحاجات فيها اسكوربيك اسيد فيتامين سي والساكسينيك اسيد والامينو اسيد اللي فيها اس اتش جروبس. بقول لك من حظكم ان الانيميا من الحالات الممتعه اللي تبقى مستمتع وانت بتقرا. طب ايه اسباب الارتفيشنس انيميا؟ اهم حاجه بلاد لوس. اهم حاجه الارتفيشنس انيميا بلاد لوس احيانا مالجنسي دراجز increased requirements في حالات البريجنسي inadequate intake inadequate intake size ايه انواع الانيميا لو عيان عامل gastrectomy iron deficiency و B12 deficiency ازاي تشخص حالة iron deficiency انيميا؟ هلاقي السيرم بروتين اقل من 15 مايكرو مليلتر هلاقي ال RBC count قليلة المين كورباسكولار فوليوم قليل الهيموجلوبين قليل البلاد بريشر هلاقي ان في هايبوكروميا وبويكولوسيتوزيس الريتيكولوسايت نورمال والوايت بلاد سيلز نورمال والبليتلت نورمال السيرم ايرون والتوتال ايرون باندي كاباسيتي هم دول بيبقوا ايه لسه سنسيتيف وما اقدرش اعتمد عليهم في ايرلي انما افضل اشوف الترانسفيرين سيركيوليشن اقل من 16% بول مارو اسبريشن وافحصه ده از ذا موست ريلايبل تيست. ايه امتى اعمل زنك بروتوبورفيرين والترانسفيرين ريسبتور ساتوريشن؟ بعمله في حالات الانفلاميشن والليفر مالجنس بيعملوا في الحالات دي. طب جيف ان اكونت اون ايرن انديكيشن ان بروفلكس امتى ادي ايرن بروفلكتيك عشان امنع الانيميا؟ في البريجنسي انفنسي تشيلدرن في حالات البلاد بوس عيان عامل بارشل استريتومي بديله ايرن سيرابي بروفلكتيك.
خارج بين الأورا والبلانت الرائع تقدر تقارن ولا هتقول الأورا الآيرن إيه الببريشن بديه فيروس سلفيت فيروس بوربونيت البرانتر الآيرن هتقولي فيه انتراماسكرا وانترابينوس انتراماسكرا هتقولي الآيرن سوربيتول سيتريك أسيد كومبلكس وهتقولي الآيرن تسترين وآيرن كربوهيدريت كومبلكس وفي الانترابينوس هتقولي الآيرن سكروز والآيرن تسترين وهتقولي السايد افكت بتاع الأورال إيه نوزيا وهومتينج السايد افكت بتاع الانتراماسكرا بين وسترايل ابسيس والسايد افكت بتاع انترابينوس انا في لاكتود رياكشن هايبر سنسيتيفيتي برونكوس بازم وارتكاريا وشيست بين كارديك ارست ليف نود انلارجمنت ارثرالجيا مايالجيا تعرف تقرر ولا ما تعرفش السؤال ده لذيذ جدا ده ممكن يجي لك سؤال شورت اس في الاندو بلو ها لذيذ جدا لان بيديك حريه انك تكتب معلومات وفيره يعني هتقعد تتكلم بقى عن الان بريبريشنز في الاورال وايه الاورال بريبريشن الموجوده وايه السايد افكت بتاعها والديوريشن اوف سيرجي والدوز بتاع الاورال سيرجي البارانتر تقول لي تتكلم عن الانتراماسكر والانتروفينس وتتكلم ايه البريبريشن دي انتراماسكر وايه البريبريشن دي انتروفينس ايه السايد افكت للانتراماسكر وايه السايد افكت فهتبقى عندك وفر من المعلومات تكتب فيها فاذا انت لما يجيلك سؤال زي ده في الاند اوف لوك يبقى انت هبي يبقى انت المفروض تبقى ايه تقول قد ايه انا سعيد لانك هتلاقي معلومات تكتب فيها سكيل مو شو بس ده لانج دي سايد طيب هنا مثلا كالكوليت ذا اورال دوز تعرف ازاي تكالكوليت المين 3 مللي بالكيلو بير دي المنتال اير طيب ايه السايد افكت بتاع الاورال اير طيب عارفه طبعا بديش ليه ما بديش سستيند ريليس ايرن بريبريشن رغم انها موجوده في السوق بس ليه ما بدهاش ما اقدرش اعتمد عليه لان البايو افيربيلتي اوف ايرن منها قليل ها انا افضل الفيروس سلفيت هايست بايو افيربيلتي انما السلو ريليس امتصاص الايرن بيبقى ايه بيبقى ضعيف وبيبقى البايو افيربيلتي بتاعها بتبقى قليله وبالتالي ما بتبقاش ناجحه قوي في العلاج وممكن تكون من اسباب فيلير اوف اورال ايرن سيرفي انك بتدي سلو ريليس لا ادي الايرن سيرفي العيان يجي له روتيشن بتاع يقول له خده بعد الاكل وش كوبايه ميه وراه ما تديش السلو ريليس لان ليها لو باي افيلابيلتي احنا وصلنا لغايه كام شهر 14 هنا وات ار ذا دراجز ذات طبعا انتوا عارفين What is most effective في علاج الار ديفيشنسي؟ إن هنا الإفكت الأحسن الأورال ولا البرانترا؟ البرانترا هو مور إفكت لأن مفيش حاجة هتتدخل مع امتصاص الحديد بدي مباشرة انتراماسكلا وانترافينس. طيب إمتى إيه الإنديكيشن أوف برانترا الأير؟ طبعا أنتوا عارفين إذا في فيلير الأورال ايه الادويه اللي بديها برانتر اللي بقى تبع تبع عارفين الانتراماسكرا والانترافينس طب ازاي تحسب الدوز ازاي تحسب الدوز البرانتر دوز في طريقتين ها طيب هاو كان الكالكوليتر نيدد ازاي لو في اكتيف بليدنج ازاي تحسب الايرون اللي المفروض تديه عشان اعوض البليدنج بتدي بلاد لوس مضروب في الهيماتوكريت ايه السايد افكت بتاع برانتر الايرن عارفين الانترافينس والانتراماسكر الانترافينس بيبقى مور رابيد وممكن ادي الجرعه كلها اللي هو توتال توتال دوز ميثود مثلا بدي انتكسترين 5% بديله مثلا 10 نقط في الدقيقه لغايه ربع ساعه بعد كده ازود النقط لغايه ما اوصل ل 40 نقطه في الدقيقه بحيث الكميه كلها بديها في 6 ساعات يعني 6 ساعات والعيان يروح خلاص وايه وتعالى بس بشرط ما تموتوش ها الانترافينس هزار بس لازم تبقى واخد كل الاحتياطات قبل ما تبتدي الانترافينس ايه الفرق بين الانتكسترين والسكروز الاثنين ممكن يتاخدوا انترافينس بس السكروز اسرع امتصاصه اسرع طيب ايه الكونتر انديكيشن للانسر كلكم عارفين عارف هو ايه كمل هيموكروماتوزيس هيموسيدروزيس كرونيك بلاد ترانسفيوجن طيب
24 ايه مانيفيستيشن اوف توكسيستي زي ما احنا خدناها في المحاضره الان ديفيشنس قلنا الان توكسيستي ان في جي اي تي نوزيا فوميتنج بيكسرك بين الصبر ها ان بعد كده ممكن يبقى في ايه يبقى في ممكن يحصل شوك وكولابس ممكن بعد شهر بشهرين يحصل ابر جاستو سانا اوبستراكشن نتيجه السكارنج والريستركشرز اللي بتحصل. طيب ازاي تمرض الان سيربي بعمل الريتيكولوسيتي كاونت والهيموجلوبين والسيرم فيريتين وهكذا يعني يروح بقى الاسئله براجع لكم على المحاضرتين للايرن ديفيشنسي والجلو بلاست ولو في مش حد بس هنا في نقطه يا شباب في نقطه ان مش لازم مش هتقيد بقى من الحالات اللي هي موجوده هنا في السيربي ممكن اديكم حاله اخرى بس هتكون طبعا شبيهه للحالات اللي انتم تعرضتوها عشان افرق بين اللي فاهم وبين اللي حافظ. لا ان شاء الله صح؟ ان شاء الله عشان ما تجيش من الحاله دكتور الحاله دي ما لقيناش في السيرفي لا ما اديكم زيها خلاص قضينا دكتور ها؟ خلصنا يلا خد دي